وفي كلمته أمام جلسة عدم المساواة التي عقدت على هامش قمة العشرين، طرح الرئيس السيسي جهود مصر فيما يتعلق بمجالي معالجة عدم المساواة وتمكين المرأة. وأوضح السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الأطراف الدولية المشاركة في القمة أشادت بالخطوات الكبيرة التي قطعتها مصر في مجال تمكين المرأة، مشيرا إلى أن مصر تعد من الدول التي حققت معدلات كبيرة للغاية في هذا الصدد. وأشار راضي إلى أن اللقاءات التي عقدها الرئيس السيسي مع القادة والزعماء المشاركين في قمة العشرين عكست إجماعا على الإشادة بالتجربة المصرية الناجحة في تحقيق مؤشرات اقتصادية مرتفعة ومعدلات تنمية بدأت تتجاوز 6%، فضلا عن زيادة معدل الاحتياطي النقدي الأجنبي.